استقبل حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عصر أمس وفدا من كبار رؤساء الشركات الكبرى بالولايات المتحدة الصديقة، وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة واشنطن. هذا وألقى سموه رعاه الله كلمة أكد فيها أن الكويت أقرت سلة من التشريعات الاقتصادية الحديثة التي تسهم في تسهيل وتطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موجها الدعوة بهذه المناسبة للمزيد من الشركات الأمريكية للمشاركة بتنفيذ المشاريع التنموية والبنى التحتية التي تتضمنها الخطة الإنمائية للدولة.